السلام عليكم، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم ماشي دجاج، غير صورت لكم قليلة، نشارك معكم الاجواء ديال التحضيرات ديال لوستي غادي تجي من العمره. وجدنا الغدا وقلت نصور لكم شنو وجدنا، شنو درنا، التحضيرات المهم كاملين ديال هذا النهار. المهم اعتبروا فلوغ اللي درت هذا النهار غادي نصورها لكم. دابا حنا يلاه ردينا الدجاج يطيب ودرنا السفة، المهم الغدا غادي نصور لكم حتى هي وصافي. هادشي اللي كاين دابا، من بعد المهم غادي نصور لكم اي حاجة درناها، اي حاجة وجدناها راه غادي نصورها لكم. وهادي السفة ديال الكسكسو، انا في حقها كتعجبني السفة ديال الكسكسو على السفة ديال الشعرية. صافي يلاه بدينا حتى هي كنفوروها. وهذا الدجاج الاخر حتى يطيب هذاك، ما عندناش قميلة كبيرة بزاف باش نديرو فيها الدجاج مجموع، قسمناه يطيب هذاك وعاد غادي نديرو الاخر يطيب ان شاء الله. دابا راه باقي لنا والله تقريبا 7:30 ديال الصباح، نردو الغدا بكري ونوجدو وديك الساعات نتسناهم حتى يوصلوا ان شاء الله. صافي هذا الزبيب حتى هو درناه يطيب لي غادي نديرو مع السفه. وهذا الشيء اللي كاين هاد الساعه شي بالنسبه للزبيب راه باش كيجي بنين كديروا فيه شويه ديال القرفه العواد، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال السمن وشويه ديال السكر، وكتخليوه حتى كيطيب مزيان وكيتعسل نيت مع هذوك المقادير كيتعسل معاهم وكيعطي واحد البنه زوينه بزاف. وهنايا كنقادو الحلوه في ديك الفراقه ديالها باش نحطوها زعما اللي دخل يشرب اتاي ياخذ حليوه. هادي حلوه عاديه صابلي ديال الدار، انا بالنسبه ليا صابلي ديال الدار احسن حاجه، اي حلوه ديال الدار احسن حاجه، واخا تكون غير بالزيت والدقيق راه انا عندي الطوب حسن ليا من ديال الزنقه ولا ديال السوق بألف درجه. ديال السوق كاع خلاص ما ناكلهاش، ما نحاديها، ما نوصلها، ما كتعجبنيش هاد القسمه ليا. ديال الدار كيف ما بغات تكون كتعجبني. وكان وصافي الفراقه الاخرى درنا فيها التمر كيف كتشوفوا، هادشي اللي كاين. المهم نخليكم مع باقي الصور وباقي المهم اللقطات اللي شديت لكم، اللي شديت لكم زعما ما نصورش بالتفصيل، صورت فقط بعض اللقطات من الغدا اللي حطينا، من الكوتي اللي حطينا. صافي
سلام. اليوم الغد ليه جينا اتقدم تقدم شي حاجه اتقدم تقدم شي حاجه وقلت علاش لا نصور لكم شي شويه بالنسبه للاتقدم. والفكره اللي زعما عليه هو كيكون نقص الثمن الا غادي تاخذوا واحد الكميه كبيره. بحال مثلا نعطيكم مثلا غادي تاخذوا واحد الحاجه ديال 12 بياسه يعني بالجمله كيكون الثمن طايح بزاف. كنتو غادي تاخذوا حاجه زعما بالبياسه لا ما ننصحكمش به. يعني كتلقاي الكرو ارخص على عليه هو. بحال مثلا هذا العصير بالنسبه لي عنده شي مناسبه وكيبغي يدير العصير في لي طابلو داكشي الا خديتو هذه كلها باكيه ديال 12 داير 5 درهم 45 الا غادي تاخذوه بالوحده داير 6 درهم 20 يعني الفرق ديال درهم تقريبا راه فرق راه فلوس. وانا ندور معكم نوريكم زعما كاع الاثمنه اللي كاينين بحال هكا كيف قلت لكم كيكون الفرق ديال درهم ديال باش غتاخذي 6 ديال باكيه ديال 12 ولا باكيه ديال 6 راه كتطلع القضيه مزيانه. بالنسبه للماء حتى هو نتوما ديال الباهيه اللي كياخذ ما عادي ديال لاطابل داكشي عندك هنايا اوبس 2 درهم و95 الا غادي تاخذوا الباكيه ديال 6 الا غتاخذوا مثلا بالوحده راه كاين الفرق في الثمن 2 درهم 95 المهم الفرق في سنتيمات ولكن ملي كتاخذي الكونتيتي راه كيبان داك الفرق. هذا بالنسبه للباهيه شنو هذاك سيدي علي سيدي علي مثلا حتى هو فرق في سنتيمات الا تاخذوا باكيه 4 درهم و50 الا تاخذوا بليونيتي راه كيطلع ب هكا باين صح تمام. كتلقاو كلشي موجود ستوك موجود عامر كندير لهم اشهار انا على هذا الحساب خصهم يخلصوني كندير اشهار فابور. المهم انا كنبارطاجي معكم على حساب انا تنهضر مع العيالات اللي كيبغوا الاقتصاد ياك هو داك حطي خصنا شاريو اخر نحطو حدا لاكيس ونعاودو نجيبو صافي مزيان سير على المهم اللي عندو شي مناسبة راه هذا هو انا عيسى نديرو معاهم اللي بغانا نتقداو اليوم ما عندناش مشكل ترونسبور على حسابنا نحلو انا وياك واحد المشروع. الناس داروا المشاريع صاحبتي ديال الكوسميتيك داروا حنا نديروا ديال التقديم نتقداو الناس نوصلوا اليوم ايوا شنو كل واحد كيدير مشروع على على قد الفهم ديالو على قد فاش كيقدر يعطي ايوا صافي اجي نقول لك لا صافي هي هذيك ايلا دقيق والله الا حنا ما كاينش اي دار مغربيه ضروري الدقيق اللي فات اللي كنت باه في السوق دار لهم 10 درهم البياسه هنا راه 3 ما عرفتش شحال البياسه 10 درهم 5 درهم اها هنا 3 ب 12 درهم يمكن بان ليا حتى الكيسان بانوا ليا هنا ارخص بحال اللي بغى الكيسان عادي للدار وداك الشيء ديال الاستعمال اليومي كيبان ليا هنا ارخص زوينين هذا عيشيك هاد الفنين لي صالاد خوي ولا لي كلاص ولا هذا شحال ديال الثمن ديالهم 9 درهم و90 خاص 20 درهم 6 مزيانه كلشي 3 اللي فيها نصب الخيار في الجار شحال خديتي 12 مزيان. المهم هاد الفيديو راه غادي نحطو صون مونتاج غادي نخليه كيما هو جماعة عندنا كلشي داكشي غادي نحطو كيما هو. شوفي هادو ديال ساكا ولكن هنا راه تنزيدو فيه زعما ما عرفتش دارو 20 درهم اللي دايرين هنايا هادو تا هما زوينين الديكوراس هادو قراعي ديال العصير الماء زين الشكل ديالهم كبار الثمن ديالهم ما عرفتش هادو ديال الحليب هاش هاد القراعي هاد القراعي الثمن ديالهم ها هو 15 درهم زين الشكل ديالهم
دايره في المستاذ؟ انا في المستاذ تاعي في ديك الصاله تكون غير شويه الزيت مشروب مزيانه يعني تستعملي الكرسي العصير الزيت لاي حاجه. هادو تاني كيسان عاديين 7.90 درهم رخاص زعما باش ما يقولوا الواحد راه ما عندوش كيسان ولا ما عندوش باش يشري كيسان 7.90 درهم ماشي شي حاجه زعما غاليه بزاف وزوينين. هادو هما الكيسان الاولين ديال شحال هذا كانوا كيشربوا فيهم الناس اتاي ودابا صحراوه هما اللي باقين كيشربوا فيهم يعني ضروري اي دار صحراويه دابا ضروري هادو هما الكيسان اللي كيستعملوا واخا ما نعرفش من كيسان يكون عندهم واش من كيسان يشروهم باغلى ثمن عندهم هما كيحلى لهم اتاي في هاد الكويسات هادو سبحان الله. انا تنمشي للدار ونصور لكم الطبلة كيفاش كيفاش كيديروها زعما محطوطه بطريقتها وكذا. ما كراش نصور شي تعميره ديال اتاي زعما كيفاش كيتعمر اتاي ديال اتاي الصحراوي زعما كيفاش كيتعمر. المهم شي نهار ونصور لكم ان شاء الله. اكثر دابا كل واحد تلقى عنده بصح هادو حتى هما كاين اللي كيدير فيهم فاكهه كاين اللي كيدير فيهم زعما ليدان زبده العسل داكشي كل واحد شنو كيدير فيهم. الثمن ديالهم 15 درهم يمكن هادو غاليين على ما كنعتقد الا ما خفتني كيدير في السوق دايرين 260 السوق الحد يعني هنا اغلى. راه كتلقاو حاجه رخيصه كتلقاو حاجه غاليه غير الواحد ضروري يقلب وي راه كلنا لجنا نهضروا على الاقتصاد في المصروف وكذا راه خصنا نقلبوا راه ما يمكنش غادي تقتصدوا في المصروف وانتم كتمشيو لنفس الحانوت او لنفس السوق ولا نفس البلاصه. الاقتصاد اللي بغى يقتصد وبغى يوفر شي شويه خاصو ضروري يدور ويقلب يمشي هنا وهنا 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 طبيعه الحال ما يمشيش لبلايص بعاد يعني يخسر ترونسبور ولكن اللي في المتوفر عنده ترونسبور علاش لا ما يمشيش. اما اللي راه بعيد راه ما يمكنش يخسر ترونسبور باش يقار الاسمنه. كاين هاد السامبل تاني كويسات سامبل كاين بزاف زعما انا كنحاول كنصور لكم غير مقتطفات وصافي ما نقدرش نصور لكم كلشي بالديتاي. صابون اللي بغى الباني الصابون يجي ياخذ هنايا كلشي كلشي زعما اي حاجه سطوله وكيف قلت لكم نفس الهضره اللي غيتقدى الكميه كبيره يجي زعما هنا احسن. اما باش تقديه بالوحده وداكشي لا لا ما ننصحش به. بالنسبه لعاوتاني ساني كروا انا كنشوف ان البيدو هكذا كيطلع ارخص من انك تشريو القراعي. المهم مازال تنهضروا في النطاق ديال الاقتصاد. البيدو كيطلع ارخص. بالنسبه للخل كاين البيدو ديال الخل بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الخل بزاف في التنظيف غسيل الماعن داكشي كله البيدو كيطلع ارخص من انك تشريو ثاني القراعي. المهم انا اللي شفت زعما كنحاول نصورها لكم ممكن نعطيكم فكره على اشنو ارخص واشنو كيطلع لكم احسن من انكم تشريوه بالسقاطه في الحانوت. هنا كيطلع مزيان. عاوتاني هذا الصابون ديال اليدين ديال غسيل اليدين هذا البيدو كيطلع رخص من انكم تاخذوا شحال داير 52 درهم فاصله 80 فيه 5 يترو ولا خديتي 4 ديال البيدوات كتطلع 48. في حالتي الا خديتو قرعه مثلا ديال الصابون ديال الماعن ديال اليدين عفوا كطلع كاين اللي دايره 17 درهم حتى 20 درهم. المهم ارخص وحده كتلقاو كتسكت هاد الاخت كطلع كيف قلت لكم 17 درهم حتى 20 درهم كيطلع غالي على عكس انكم تشريو هكا وتبداو تخويو وتعمر ديك القرعه غادي توفروا مزيان. وهذا الشيء كلشي غير باش اش كيقول لها هذاك ديال الاخ تاع باش تستهلك بلا ما تهلك. هذه اللي بغيت نهضر حتى هي خنشه ديال ماجيك. هذه بشحال كتشري البياسه في الحانوت مثلا هاد اعوذ بالله من الشر الجن. المهم هاد العادي ديال اللي كيستعمل تيد العادي او المهم حنا كلشي كنسميوه تيد هذا سميته ماجيك. كيطلع هكا تاخذوا خنشه كبيره فيها 20 كيلو 10 كيلو كل ساشي فيها 500 غرام يعني نص كيلو كل نص كيلو تقريبا يعني كتطلع رخص من انك تشريها في السقاطه في الحانوت.
تقريبا 119 ما كاينش الثمن ديال هنايا ديالك تركي مع واحد جافيل تاخدي مع جافيل وراه مزيانه هذه حسن من انك تاخديها كتاخدي ساشيات هذه لا هذه خصك فاش تخويها بصح هذه كتستعملي ساشيه ساشيه بصح دابا خدينا هادو على حساب المناسبه اللي كاينه غادي نديروهم الكيسان ديال المناضه والطبيصلات ديال الحلوه هاد ثاني هو ارخص اللي لقينا وعلى هاد الفيديو وعلى هاد الصور اللي كنشارك معكم غنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ما نقدرش نصور لكم مزال اكثر من هكذا مره اخرى ان شاء الله علاش لا نعاود نصور لكم كي قلت لكم زوين اتقدم ولكن اللي غادي ياخذ الكميه كبيره اما اللي غياخذ كميه قليله فما كنصحش به الاحسن الكرو اللي عجبني فيه حتى لي صوص انا لي صوص شويه هنايا ناقصين في الثمن ولكن حتى هما الا خديت واحد الكميه كبيره مايونيز كيتشوب الا خديتو مثلا البيدو ديال كيتشوب كيطيح رخيص بزاف بزاف على انك تاخدوه وتاخدو قرعه كذلك المايونيز الا خديتو الطارو ديال المايونيز كيطلع ارخص من انكم تاخدو بالقرعه فهكا مهم بزاف الحاجات هكا ناقصين في الثمن السلام عليكم خليت لكم راحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله